توقعات مصر واثيوبيا. ان شاء الله مصر هتكسب 2-0. حاسس ان احنا هنتعادل 0-0 بصراحه، يعني اداء المنتخب في الفتره الاخيره مش احسن حاجه، بس ربنا يستر يا رب ايهاب جلال يبقى قد المسؤوليه اللي هو اتحط فيها. يعني ان شاء الله المنتخب 1-0 ان شاء الله بامر الله، وان شاء الله ناخد البطوله بامر الله. هو باذن الله ممكن نكسب 1 أو 2-0 باذن الله، وممكن اللي يجيب الجون يعني مرموش. ان شاء الله التشكيله تبقى كويسه ان شاء الله، في يعني بس هو غياب محمد صلاح هيأثر شويه. باذن الله نتوقع الفوز المنتخب باذن الله، نتمنى يكون في جمل كويسه باذن الله بكره. باذن الله ممكن عايزين بقى تهديف كتير باذن الله عشان خاطر نكون احنا اول المجموعه. ان شاء الله طبعا كابتن محمد صلاح اكيد طبعا مش هيلعب الماتش الجاي عشان خاطر الاصابه اللي هي جات له الفتره اللي فاتت. باذن الله بقى عايزين يكون مكانه كابتن احمد سيد زيزو، باذن الله يكون كابتن محمد مجدي قفشه يلعب من بدايه المباراه، كابتن مصطفى محمد، ونتمنى ان شاء الله يكون تهديف من جميع لاعبين المنتخب باذن الله. ان شاء الله مصر هتلعب كويس رغم عدم وجود محمد صلاح، وهتكسب ان شاء الله 2-0. اللي هيجيب الاجوال ان شاء الله عمر مرموش واحمد سيد زيزو، وهتأدي ماتش حلو مع اياب جلال ان شاء الله. والله هو توقعي، بس المشكله اللي هو عشان محمد صلاح طبعا مش هيلعب، فالواحد قلقان من الماتش دوت، وربنا يسترها. هو ممكن يبقى 2-0 بس على الله نكسب احنا، بس ربنا يكرمنا ونكسب. ممكن قفشه، محمد شريف، مصطفى محمد، الناس دي تمام او في الملعب.